بنرحب فيكم مشاهدينا مشاهدي الفضائية التربوية السورية بسلسلة ندواتنا الإرشادية اللي تعودنا دائما نحن نسلط الضوء على مجموعة من القضايا اللي بتهم الطالب وذويه، وأيضا بما يخدم العمل إن كان الامتحاني أو على التحصيل العلمي كونه انتهينا من الامتحانات. وطبعا ألف مبروك لكل الناجحين في شهادة التعليم الأساسي. اليوم نحن بصرنا أنه نستثمر خبرة ضيوفنا لنحكي بمجموعة من القضايا بندوتنا لليوم. بسر اني رحب بالمدرسه الانسه هديل سعود، حضرتك مدرسه في ثانويه مامون منصور في تربيه دمشق. اهلا وسهلا فيك انسه هديل. اهلا وسهلا فيك. ايضا بسر ايضا رحب مشاهدينا بالاستاذ محمد زياد الشاطر، حضرتك مشرف المنهج الصحي في تربيه دمشق. اهلا وسهلا بحضرتك. اذا نحن اليوم مشاهدينا مثل ما نوهنا رح نحكي بكثير من القضايا، كونه هلا طلابنا عم يستعدوا لامتحانات الدوره الثانيه وعم يدرسوا ويحضروا بما يشمل طبعا اليه اختيار المواد بالنسبه للمحسن والمكمل، عوامل التركيز وما هي التي الاشياء التي تؤثر بالتركيز ايجابيا وتشتت الطالب. رح نحكي ايضا على موضوع الدراسه الصباحيه والدراسه المسائيه والكثير من القضايا المختلفه. بسرني اني رحب باتصالاتكم عبر الارقام التي تظهر على الشريط التفاعلي الان وعلى صفحة الفيسبوك ريثما يتم بث هذه الندوة. إذا البداية رح نبدأ من عندك أنسي هديل، لما اليوم بدنا نحكي إنه طالبنا بحاجة إلى تركيز بدراسته خاصة اللي عم يستعد للدورة الثانية. التركيز أكيد هو ما بيجي من فراغ، بيجي من مجموعة من العوامل، على رأسها الاستفادة من الأخطاء اللي وقع فيها بالمواد اللي قدمها بالدورة الأولى واللي لم يحقق فيها ما كان يرجو. فهذا بيتعلق إذن تركيزه بالدراسة بمجموعة من العوامل بمجموعة من الشروط والمتطلبات. نبدأ مباشرة لنحكي عن عوامل التركيز، تركيز الطالب بدراسته بضمن الاستعدادات للدورة الثانية. هلا بداية ألف مبروك لجميع الطلاب الناجحين في الدورة الأولى، وبنتمنى الطلاب اللي ما حالفهم الحظ بالدورة الأولى إن شاء الله بيتوفقوا بالدورة الثانية. طبعا هنن أهم شيء لازم يكون عندهم ثقة بنفسهم وإنه هنن قادرين، مو يعني أنا فشلت مثلا بمادة بالدورة الأولى إنه ما عاد فيني أدرس عليها بالدورة الثانية، بالعكس لازم يكون في عندهم ثقة بنفسهم أكثر وما في داعي مثلا للقلق للخوف أبدا. عوامل التركيز، اهم شيء نعرف نحن شو الاخطاء اللي مريت فيها انا بالدوره الاولى حتى تماما كطالب حتى اتفاداها بالدوره الثانيه. هلا اهم شيء بنقول نحن بالنسبه للمواد بشكل عام، الماده اللي تم مثلا الرسوب فيها بالماده الاولى او انه جاب طالب فيها مثلا علامه ضعيفه، تمام، فهلا هون نحن بنطلب منهم اهم شيء يعني فهم الاسئله اللي ممكن الطالب يكون تسرع بالإجابة عليها. نعم. كتير مثلا صادفنا أخطاء بالدورة الأولى كانت نتيجة تسرع الطالب أو مثلا دراسة قسم معين والتركيز عليه ومثلا ترك قسم آخر. نعم. أهم شيء لازم نفهم نحن المعلومات، من عيد دراستنا من جديد، طبعا عندنا لسه نحن متسع من الوقت وقادرين أنه نحن نجيب علامات عالية، وأهم شيء هذا الطالب لازم يتذكر أنه شو هو الهدف اللي عم يسعى إليه وبالتالي بيكون حافز لإله. عوامل التركيز، أهم شيء أنه يرجع يفهم المعلومات. نعم. اللي كان عنده نقص فيها اللي ما كان مثلا في تحصيل لإله، بحاول أني أربط هاي المعلومات مثلا مع بعض البعض أو بأشياء. نعم. بتشبهها. بالنسبة للأسئلة أهم شيء أنه ما نتسرع نحن بالإجابة، وهي نقطة تماماً كانت كتير مهمة تماماً. كان في أخطاء كتير بالدورة الأولى أنه نتيجة التسرع بالإجابة، عدم التقيد بالمطلوب. التسرع إذن هو كان أحد أسباب المشتتات اللي هو الطالب أثرت عليه بتركيزه على الإجابة ضمن المادة اللي هو كان عم بيتقدم فيها تماماً. للامتحانات يعني حتى صادفنا الأخطاء مثلا كمادة علوم مثلا بسألة الوراثي، بنلاحظ نحن أنه المسألة كانت كتير سهلة ومن الكتاب. صحيح. ولكن نتيجة التسرع. نعم. الزائد فنلاحظ نحن بأنه تم حلها بطريقة أخرى وخسر الطالب 50 درجة. تمام. طيب. بالنسبة للعوامل الأخرى مثلا نحن نشير دائما أنه للطالب بشكل عام طبعا أهم شيء يكون متوفر عنده مكان هادئ مريح، يكون بعيد عن المشتتات. نعم. عن المشتتات بشكل عام، يكون مثلا خالي من الأصوات المزعجة، أهم شيء يكون مرتب مثلا طاولة دراسته، تكون شاملة مثلا جميع الأقلام الأوراق كل ما يخص هذه المتطلبات.
المادي، يركز على الافكار الرئيسيه، يبتعد مثلا عن الافكار الثانويه. طبعا الافكار الرئيسيه هي كثير بتساعده على التركيز وعلى القدره على الايجابي. هلا استاذ زياد، بما انه الان سهاديه حكيت على عوامل التركيز وتناوليتها من الجانب الاكاديمي والتحصيل العلمي والمتطلبات اللي بتدعم الحاله النفسيه والعلميه، هناك ايضا على الشق الاخر في عنا الحاله الصحيه. يعني اذا بصفتك مشرف المنهج الصحي كمان في عنا خطه عمل، في خطوات، في عوامل تتعلق بهذا الجانب يجب ان يتقيد به كل طالب الان بهذه الفتره حتى يكون دراسته بتركيز، ولحتى انه فعلا هالفرصه المتاحه له والتي قد تكون الاخيره يعني من اجل التحسين يستثمر به على اكمل وجه ولا يقع في حاله الندم او فيما بعد، يعني انه امور اخرى كالتشتت تؤدي الى هذه الحاله. تمام. هلا طالبنا بعد ما اطلع على نتائجه واختار المواد التي سوف يقوم بتحسينها او الاكمال فيها، الان من الناحيه النفسيه اولا عليه ان يعتمد على الدعم النفسي لنفسه، لان الان عندي هدف كثير سامي اني انا عندي فرصه كثير كبيره اني اعوض ما فاتني خلال الدوره الاولى. لازم يكون على ثقه وقناعه بانه هو قادر. تمام، هذا اهم خطوه. الان هو اختار المواد التي سوف يقوم بتحسينها او بالاكمال فيها، وبالتالي وضع هدف امام نصب عينيه، هدف كثير هام انه انا عندي فرصه لحتى احسن، لحتى احصل على الفرق اللي انا بدي فيه. وبالتالي هون بده يكون دائما حاطط جل اهتمامه اني انا قادر اني احسن. من ناحية اللي الأخطاء اللي ارتكبها خلال الفترة الماضية، طبعا نحن نعرف أنه الدورة الأولى بيكون فيها ضغط مواد كاملة. نعم. خلال فترة العامل النفسي عنده الطالب أنه بده مندفع، بده يقدم عدة مواد. الآن العامل النفسي عنده هو اجتاز الامتحان الأول، الآن في عنده رياحة لأنه جرب الامتحان الأول، الآن عنده مواد أقل وعنده هدف كمان كتير هام أنه بده يحسن، وبالتالي بده يحط نصب عينيه ما هي الأخطاء اللي ارتكبتها خلال الفترة الأولى الآن سوف يتجاوزها. الدراسة بتركيز حكيت حطك بعنوان الندوة الدراسة الصباحية أو الدراسة المسائية. نعم. الآن بده يختار الوقت الذي يناسبه، وخاصة خلال هذه الأيام نحن نلاحظ أنه الجو عم يكون حار خلال النهار مع انقطاع التيار الكهربائي لفترات معينة، الآن بده يطع خطة عمل لاختيار الأوقات التي تناسبه من أجل الدراسة. بعض الطلاب يرغبون أو يحبون الدراسة الصباحية، الآن الدراسة الصباحية كتير جيدة عندما يستيقظ الطالب بتنشط بعد أن يتناول فطوره والفطور الصحي اللي حكينا عنه سابقا، وممكن أنه يتوجه نحو دراسته الدراسة بالتركيز خلال الفترة الصباحية. تماما. الآن ممكن يعمل فترات استراحة خلال النهار ويتابع دراسته، ولكن ناحية أنه ضروري جدا يهتم بصحته ويهتم بحالته النفسية. إذن التركيز الصحي فينا نقول من الجانب الصحي يكمل التركيز من الجانب الأكاديمي والعلمي، وبالتالي مع بعض البعض يثمروا على تركيز عالي المستوى في الدراسة. رح نكمل، ولكن خلونا ناخذ اتصال لو سمحتوا من محمود من اللاذقية. مرحبا محمود. صباح الخير محمود. صباح النور. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيك محمود، تفضل. أستاذ هلا أنا بمادة العلوم والصحة العامة باخذ تقريبا علامة شبه كاملة وحاطين لي 363. انت بصف التاسع محمود. ايه تعليم اساسي. نعم 363. ايه حاطين لي هيك، وانا صلحت حسب السلم لمادة العلوم والفيزياء. طبعا هي على الدرجة الكاملة بدي نوه انه هي من 400. تمام. ايه انت حاس حالك انك مظلوم مثلا او انه في علامات خسرتها بدون ما مثلا وجه حق او ما بعرف كيف توصفها؟ استاذ يعني انا صلحتها دققتها حسب السلم الوزاري. نعم. ويعني قدرت العلامه 393، حاطين لي 363. طيب الان هذه مدرسه علوم كمان هي يعني كانت مصححه ومدققه، تفضلي انسي هذه شو بتنصحي؟ يعطيك العافيه محمود. الله يعافيك يا انسي. هلا شفت مادة الفيزياء كمان، يعني مو بالضروري يكون مثلا بمادة العلوم، انه ممكن سلم التصحيح مادة الفيزياء مثلا. متأكد؟ انا راجعت العلوم والفيزياء والكيمياء، طلعت العلامة الإجمالية كلها 393 حسب تقديراتك، وبقية المواد مثل ما بقدر طلعت مثل ما هي. بس بالعلوم يعني هيك حاطين لي، وانا متأكد يعني منك انت دارس كل الكتاب وحال كل الأسئلة السابقة.
هلا ما في مشكله، فيك تقدم اعتراض مثلا، انه هلا في تقديم كثير اعتراضات للمواد، وان شاء الله اذا متاكد يعني من علامتك بالعلوم ان شاء الله بيرجع لك حقها. يعني محمود انت بدك تروح على مديريه الامتحانات بتربيه اللاذقيه، وهنيك طبعا رح يصير في تقديم طلب الاعتراض، ممكن تاخذ مادي او اكثر يعني، وليس فقط بالضروره انه العلوم. ولكن قد ايه كان مجموعك محمود؟ 290. برافو عليك، يعني فينا نقول لك مبروك كمان نجاحك يعني. بالعموم انه انت راضي عن هذا المجموع ولا كان ممكن اكثر تجيب؟ لا والله انا كان اكثر، كنت بطمح لاكثر يعني. حضرتك محمود الصبح صح؟ صح. تذكرتك من صوتك، اتصلت فينا باكثر من ندوه خاصه قبل العلوم العامه يمكن والرياضيات، وقتها قلنا لك بدنا تطمنا انه كيف كان مجموعك، بس برافو عليك المجموع كثير ممتاز. نحن الحلو انه نستفيد مثل ما حكيت الانسه هديل من هاي العثرات اللي عم نوقع فيها للمرحله القادمه اللي هي رح تكون اصعب، لانه بنعرف نحن طريق النجاح هو ما انه بمحطه التعليم الاساسي فقط، وانما بشكل تراكمي خطوه بعد خطوه. فمثل ما نصحيتك الانسه هديل انك تقدم طلب اعتراض على وعسى ان شاء الله. شكرا. بالتوفيق محمود، بالتوفيق لك. شكرا لاتصالك. طيب اذا نحن كنا عم نحكي ب عوامل التركيز، ناولناها من الجانب النفسي وال يعني والمعنوي، وبنفس الوقت من الجانب الصحي، ولكن التركيز هو يمكن بيختلف بحسب نمط الطالب وشخصيته ونفسيته، بين اذا هو كان تركيزه بدراسه صباحيه اكثر ولا بدراسه مسائيه. فالمحور الثاني بحلقتنا بدنا نحكي كمان كنا عن هذه الدراسه الصباحيه والمسائيه. في فرق من وجهه نظرك اول شيء انسي هديل بين الدراسه الصباحيه والمسائيه؟ هلا من وجهه نظري انه علميا طبعا بنلاحظ نحن اي طبعا، هلا بنلاحظ نحن انه ما في وقت واحد للدراسه عند الجميع، يعني عند جميع الطلاب. هلا كل من منا له اوقاته اللي بيكون فيها اكثر انتاجيه، اللي بيكون فيها اكثر طاقه. كثير ما بنعرف نحن في اشخاص مثلا بيميلوا للدراسه بفتره الصباح بيكون عندهم كثير من الطاقه، وفي اشخاص ايضا بيميلوا للدراسة بساعات المساء. هلأ الطالب بما أنه قدم الدورة الأولى صار هو عنده خبرة وبيعرف الوقت اللي بيناسبه، وبأهم شيء أنه كسر الرهبة وحاجز الخوف من الامتحان، صار عنده تنظيم للوقت أكثر، صار بيعرف الوقت اللي بيناسبه بالدراسة، هي المادة مثلا شو بتاخذ معه وقت أكثر. فملاحظ نحن أنه بيختار هو الوقت اللي بيناسبه، بيلتزم فيه وبيستمر بالدراسة. بس بحسب الأبحاث العلمية والدراسات يعني دائما بتشجع الدراسة بساعات الفجر. نعم. ساعات الصباح، لأنه ذهن الطالب مثل ما حكى الزميل الأستاذ زياد، ملاحظ نحن بأنه مثلا الدراسة عم تكون ذهن الطالب صافي غير مشوش، كمان ساعته صفحة بيضة تماما، جسده أخذ قسط كافي من النوم من الراحة، حتى يعني حفظ المعلومات عنده ما بتاخذ وقت وجهد مثل في ساعات الأخرى من النهار. يعني أنه الطالب بشكل عام لازم يعرف شو الوقت اللي بيناسبه يستمر فيه يلتزم. المهم انه ما يجامل حاله الطالب، يعني انه ليلبي رغبات الاهل الصديق، او انه يربط حاله بنمط دراسي او برنامج وضع له مسبقا. تمام. هلا دائما يكون هو احسن ما بيرتاح. هلا في كثير طلاب ممكن مثلا يصحون اهلهم للدراسه بفتره الصباح وهن ما لهم رضا، فبنلاحظ نحن بانه بينتابون حاله من الشرود، ممكن يعني صحيح انهم استيقظوا بفتره الصباح ولكن ما عندهم قدره على الدراسه والتركيز. تمام. ما في تنشيط، فهون وقتهم عم يروح وعم يتعبوا حالهم على فكره وجسدهم. فهون الطالب لازم يعرف، في كثير طلاب بعرفهم كانوا يدرسوا مثلا بساعات المساء انه بنظرهم انه في هدوء في تركيز اكثر، فحسب كمان الجو العائلي، حسب الجو بالبيت المحيطة. حسب البيئه المحيطه. نعم. هي كلها بتدفع. انت معناتها بترشحي الدراسه الصباحيه اكثر من المسائيه لهي الاسباب العلميه؟ في حالات نادره انه حسب الظروف، الاهل حسب العائله، فهون تمام. ممكن انه الطالب للدراسه انا بسمع رايك استاذ زياد، ولكن خلينا نتوقف مع اتصال مع سماح لو سمحت وبعدين نرجع لك. سماح نحن عم نسمعك، صباح الخير. الو. اهلا وسهلا، تفضلي. يسعد اوقاتكم اساتذتي الكرام. اهلا وسهلا سماح، تفضلي. يعطيكم العافيه يا رب. هلا انا بدي اسالكم سؤال. تفضلي.
يسعد لي اوقاتكم. تفضل. لو سمحت انا يمكن سؤالي شوي انه هيك، هلا انا بنتي قدمت هالسنه بكالوريا ادبي الدوره الاولى، فما جابت مجموع المطلوب اللي هي بدها، هي حلمة حقوق. نعم. فهلا بدها تقدم على الدوره الثانيه، انا بظن حتى مجموع الدوره الثانيه ما بيهيئ لها الحقوق، فحسيت عنده صار شويه برود. أيوة. موضوع دراسه، كيف انا بدي اشجعه انه تقدر تنتفع لهالموضوع، بس انا حاسه من المجموع انه ما بتقدر تحصله، او كيف فيني اعزز فيها شغله ثانيه مثل الحقوق مثلا، انه تقدر ما بنقدر نجيبها رحنا هالفرع هذا، بتقدري تشدي اكثر من هذا، كيف انا بدي اعمل هالشيء معه؟ هي عم تدرس بس. نعم. انا حاسه في شويه برود بالموضوع. شكرا كثير لك. تمام. يعني هي مشكلتها بالتعزيز، انه فينا نقول انه صابة احباط يأس مثلا، او انه اي كثير يعني بلدت همتها يعني. تمام. يوم الميمونه بتبكي يعني تقلي هذا مو مجموعي، فما فيك يعني مشكلة. هلا هي سؤال، اذا ضمن مجال التحسين اذا حسنت قادره تجيب انه فرق او تغطي فرق العلامات اللي بيسمح لها تدخل بالحقوق؟ لا ما أظن. معناتها هي ممكن تكون قدام خيار عم تضحي بالفرصة المتاحة لإلها. تمام. لحتى إنه وممكن إنه يعني تستهلك هاي الفرصة وتستنفذها وما تجيب مجموع الحقوق. ففي تمام. ففي عنا هون لازم ناخذ قرار جريء. صحيح. تفضل أستاذ زياد، ممكن تعيد. يعطيك العافية مدام، صباح الخير. ناسي سماح، مدام سماح. لو سمحتي أنا بدي مثل ما حكى الأستاذ أحمد، نحن هلأ إذا عوضت وقامت بالإكمال أو بتحسين علاماتها حصلت على الحقوق، إذا ما كانت قادرة أنه تحصل على رغبتها الأساسية اللي هي فرع الحقوق، أنا بنصحها أنه تأجل للعام القادم، تعيد السنة وتدرس بتركيز أكبر حتى تحصل على هدفها. وحضرتك حكيتي أنت أنه هي ما لها رغبة بفرع آخر غير الحقوق، وبالتالي احنا هلا اذا تقدمت الى الامتحان الدوره الثانيه بتكون عم تضحي بفرصه كثير. صحيح. كبيره، وممكن تخسرها هالفرصه وتتغير منهج حياتها للسنين القادمه. انا كنصيحه خاصة لي، أنا كنصيحة بنصحك أنه تأجلي للعام القادم، تدرس بتركيز من بداية العام القادم، تحط هدفها الحقوق وتدرس بتركيز أكبر وبطاقة أكبر، وممكن أنه تحصل على. أنا بصراحة بضم صوتي لصوتك، رأيك أنسي هديل؟ بعدك معنا مدام سماح؟ أي طب اسمعي كمان رأي أنسي. هلا هي أول شيء هلا بحالة صدمة، المفروض نحن هلا يعني نشجعها ونقلها أنه يعني هلا هذا الشيء بيرجع لها بصراحة، ما في مشكلة يعني. هلا الفرع اللي بيطلع لها السنة طبعا فيها تدرسه، وفيها بعد فترة ترجع تكفي دراسة مثلا الحقوق بالتعليم المفتوح مثلا. تمام. أو فيها تدرس بمجال آخر إذا مو حابة مثلا تعيد سنة كاملة، يعني ما انتهى الأمر. في عالم كتير منلاحظ نحن بأنهم بيدخلوا فروعها بصراحة متناسبة مع معدلاتهم وخارجة عن رغبتهم، انفرضت عليهم. تماما انفرضت عليهم، وفيما بعد بيرجعوا على مثلا بيكفوا الفرع اللي بالدنيا بالتعليم المفتوح وبتحقق حلمها. تمام. بس عنستي الكريمة هي أخذت الفرصتين، فرصة بالنجاح الدورة الأولى، فرصة بالنجاح الثانية إذا نجحت بالثانية. يعني أنا متيقنة بالثانية بتنجح، بس الوقت يعني صارت الوقت على المجموع، لأنه أنا شفت مفاضلات المجموعة العام الماضي طالبين هم تقريبا من فوق كانوا 1800. قد ايه كان مجموع على هي 1407 بالدورة الأولى. أنا أعتقد أنه الخيار اللي ذكرته الأنسي هديل يمكن هو الأنسب لوضعه، وهو كان تعيدي لي إياه أنسي هديل لو سمحت. هلا أنه هي مثلا هلا تسجل الفرع اللي بيطلع لي إياه السنة، في حال ما طلع على حقوق ما بنعرف شو بصير. ايه في حال ما طلع على حقوق ممكن يكون فيها مثلا تسجل الفرع اللي بدها اياه السنه، وبعد يعني بعد ما بتحصل على شهادتها فيها تكفي بالتعليم المفتوح مثلا حقوق. تمام. انه فكرك انسى انه تتخرج من اللي هي فيه وتقدر تقدم مثلا تقدر إيه؟ ممكن انه تتخرج، او ممكن هي تضلوا عم تتابعوا انتم بتعليمات التعليم المفتوح، ممكن تكون بالسنه الاولى او سنه ثانيه وبحق لها انه تسجل بشكل يعني تدرس حقوق مع الفرع. هلا سؤال صغير لو سمحتي، يعني اذا قدمت هي ان شاء الله الدوره الثانيه وباذن الله ان شاء الله جاب لها على المفتوح، بتقدر تقدم دغري مباشر هاي السنه على المفتوح؟ هاي بترجع للشروط يعني والتعليمات تعليمات السنه والشروط. طبعا ننتظر يعني التعليمات يعني. اكيد، لانه في عندك نسبه نجاح في مفاضله رح تطلع فيه، رح يصير في اعداد محدوده مثلا بيطلبوها بكل جامعه يعني، وكل فرع من الفروع الجامعات تطلب شيء ممكن يختلف حسب نسبة النجاح يعني هذا الشيء بيحددها.
يعني هو حلمه ما خلص، لسه في فرصه قدامه. وانا كثير بعرف يعني طلاب رجعوا سجلوا الفروع اللي بدهم اياها بالتعليم المفتوح وحققوا احلامهم وحصلوا على شهادتين على فكره، وعم يبدعوا كثير بفروعاتهم. يعني مو انه معناها انه خلص ما بقى يكون عنده امل. نعم، نحن نتمنى فعلا انه بهدوء تاخذ القرار وتستشير كمان اكثر. يعني مدام سماح موجه لها انه نداء انه تخلي بنته وهي يستشيروا الناس اللي حواليهم، الناس اللي عندهم تجربه بالتعليم المفتوح بالاساتذه المحيطه. كثير رح نوصل ان شاء الله مع بعضنا البعض لحل، واكيد الامل بيكون موجود. برجع لك لنتابع الحوار معك استاذ زياد. كنا عم نحكي على الدراسه الصباحيه والمسائيه. تمام. اكيد كل وحده لها شروط بتختلف عن الثانيه بما يتعلق بعامل التركيز. الانسه هذه اللي فضلت الصباحيه لاسباب بيولوجيه علميه، وحضرتك شو طبعا رايك بالدراسه الصباحيه والمسائيه؟ هلا حسب مثل ما حكيت، كثير حكيت ناحيه كثير حلوه انه البيئه اللي محيطه بالطالب تلعب دور. يعني هلا اذا كانت الدراسه الصباحيه متعذره عند الطالب لأسباب تتعلق بالبيئة اللي هو عايش فيها، ممكن طبعا انه يلجأ للدراسة المسائية. لكن مثل ما حكيت انه الدراسة الصباحية التركيز فيها اكثر، وخاصة عند المواد الحفظية. المواد الحفظية تحتاج الى راحة، اخذ قسط كبير من الراحة خلال فترة النوم، فبحالة نشاط ذهني هدوء. حتى الجو بيكون عند الصباح بيكون الجو شوية برودة، هذا بيساعد الطالب كمان على راحته الجسدية، ما في عنده شوب بيزعجه او الحال، بالتالي التركيز الصباحي بيكون اكثر. هلا اذا تعذر ممكن انه يرجع للدراسة المسائية. الدراسة المسائية بده يضطر انه يقعد بمكان يكون فيه هدوء بعيد عن المشوشات، ما يكون في حدا سهران مشغل تلفزيون، او ممكن يكون في حدا سهران وعم يتحدث وعم يسبب فيه. اذا كان ملاقي هذه البيئة مناسبة له ممكن انه يلجأ لها ويدرس بتركيز اكثر. بس طبعا الناحية الأساسية سواء كانت دراسة صباحية او الدراسة المسائية هو التركيز في الدراسة. ودائما انا دائما بقولها انه ليست العبره مو بالعدد الساعات والوقت، وانما بالتركيز. يعني انا اذا بقعد ساعتين ثلاثه درست فرد جلسه وذهني مشتت بامور خارجيه ما حاستفيد منها. الان التركيز، انا حاطط نصب عيني التفوق تعديل علامتي، وبالتالي انا بدي ركز وبدي اربط بين فقرة وفقرة أخرى. صحيح. بين يعني دائما الربط بيسهل عملية استرجاع المعلومة خلال فترة الامتحان. ممكن إذا كانت مثلا معلومة كتير صعبة أن يحط أنا إشارة عليها وشوف إيمت بيكون ذهني كطالب أنا صافي تماما ومستعد حتى أحفظ هذه المعلومة، أجلها للوقت اللي بيكون أنا مرتاح كتير فيه ومع تركيز أكبر، هون بيكون حصل المطلوب. تماما. وبدي حط يعني طالب الدورة الأولى عرف حاله وين المطبات اللي وقع فيها، وين الأخطاء اللي ارتكب فيها، بده يحاول أنه يتجاوزها خلال الدورة الثانية. طيب منروح لاتصال لعلي من دمشق. صباح الخير علي. صباح النور. أهلا وسهلا، تفضل عم نسمعك علي. هلا بصراحة أنا هلا صرت بكالوريا. نجحت يعني على البكالوريا. بدي أدرس للبكالوريا. تماما. أنا يعني بدي أخذ نصيحتكم مشان الدراسة أول شيء. تمام. وثاني شيء أنا بدي أتشكر الأنسة هذه كثير، وبدي أسأل الله يكثر من أمثالك، لأنه هي اللي روحت لي الخوف تبعي اللي كنت خايفة من البكالوريا، وهي اللي عطتني طموح انه انا ادرس وكفي وبدون خوف. وهي اللي هذا الدور الثاني اللي بيقوم فيه كل مدرس فعلا بيشتغل بضمير لحتى هو يتناول الجانب النفسي يا علي، وايضا الجانب الاكاديمي والتعليمي. تماما. انا بدي اقول الله يخلينا اياك ويكثر من امثالك يا رب. ان شاء الله بتحقق اللي ببالك، وبنشوفك السنه الجايه محقق احلامك ان شاء الله. ان شاء الله تكون اول على سوريا. بكل الاحوال علي، نحن كمان في عندنا محور بدنا نحكي فيه هو تهيئه الطالب للدراسه الصيفيه اللي نجحوا للشهادات مثل حاله علي للعام القادم. هلا خلينا نتناول هذا المحور بمجموعه من النصائح والقواعد والخطط اللي ممكن هلا طلابنا اللي نجحوا للتاسع اللي عم يعملوا هلا دورات واللي نجحوا للبكالوريا، كيف ممكن احنا ننصحهم تكون البدايه واستثمار الصحيح للعطله الصيفيه؟ طبعا ما بننسى عامل الترفيه كمان. هلا هون لازم يكون في توازن بين اجازتهم الصيفيه وتحضيرهم للعام القادم. تمام.
أنا بفضل أنه يستغلوا العطلة الصيفية بدراسة المواد الضخمة، المواد اللي بتاخذ وقت خلال العام الدراسي، ذات الوزن النوعي الثقيل. تماما. نعم. يعني ممكن نحن مثلا مو معناها أنه نسجل كل المواد وندرسها، لا. أكيد. المواد مثلا المعلومات ضخمة، طبعا نحن بنستفيد من الخبرة من رفقاتنا اللي كانوا كطلاب مثلا، اللي كانوا بالدورة الأولى، شو العوائق اللي كانوا يحسوها مثلا بالمواد. فبحاول أنا أتجنب مثلا المواد الصعبة، بحاول أني حاول أدرسها بالعطلة الصيفية، سجل دورات مثلا. كتير نرتاح العام الدراسي القادم، لأنه بصراحة العام الدراسي القادم يعني دوام المدرسة، نهار قصير، في ضغط كتير كبير بالدراسة يعني بالمواد. فمنلاحظ نحن بأنه لو كان مثلا ثلاث مواد بالصيف، حاولت مثلا أنجز أنه لعند الفصل الأول أو ثلاث أرباع الكتاب، شو فينا ناخذ نحن مثلا وندرس بالصيف، كتير رح يرتاح الطالب ورح يكون في عنده تنظيم أكثر للوقت خلال العام الدراسي. بكفي أنه بينكسر كمان حاجز الخوف من هذا المنهاج. من الغالبية بيتجهوا لدراسة الرياضيات، الفيزياء مثلا، العربي حتى كمان، هو أي مادة بتروح من طريقهم. فبنلاحظ نحن بأنه بيرتاحوا نفسيا وبيرفع من معنوياتهم، أنه السنة الجاية بيبدأوا العام الدراسي، بيصير في راحة نفسية، يعني أنه هم مأنجزين، ما عندهم هالضغط الهائل مثل باقي الطلاب. طيب أستاذ زياد، كتير كمان من الطلاب فعلا هني بيدرسوا، بياخذوا الموضوع يعني بيلغوا تماما ما يسمى ترفيه، ما يسمى يعني روح العطلة بضل هي اسمها عطلة صيفية، والطالب بحاجة كمان للاسترخاء، بحاجة أيضا يعني فينا نقول للهدوء، لأنه جاي عام دراسي كامل رح يكون في طاقات وجهود مضاعفة مبذولة. خلينا نحكي عن هاي النقطة، كيف ممكن احنا كمان نحط أو ندرج الترفيه ونستثمره أيضا بالعطلة. ولكن ألا يعد الترفيه هو من أحد عوامل التركيز؟ أكيد طبعا. نعم. طبعا احنا طبعا وعندما وضعت العطلة الصيفية طبعا ضمن دراسة، عطلة صيفية ليس فقط يعني هي عبارة عن فاصل بين سنتين أو عامين دراسيين. نعم. وضع الدراسة من أجل راحة الطالب من عبء وتعب خلال العام الماضي واستعدادا لعام دراسي جديد. الآن الطلاب التعليم الأساسي صف التاسع أو البكالوريوس اللي بدهم يحضروا، بس بدي أضيف بداية فقرة كتير هامة، حكت زميلتنا أنه المواد الصعبة، وبديف عليها أنه وين نقاط الضعف عند الطالب. يعني أنا إذا في عندي ضعف بمادة معينة، ممكن استثمر فترة الصيف لحتى أعوض هذا الضعف بهذه المادة. تمام. الآن بدي أحضر العام القادم، ما بدي أنسى أنه أنا في حالة فترة راحة، إذا كان لي لازم أمارس نشاطات الرياضية، نعم ضروري، نشاطات بدنية، نشاطات ضروري الذهنية، والاستجمام والزيارات والسباحة، عيش العطلة يعني تماما، العطلة لحتى أنا ارتاح من تعب عام سابق واستعد نفسيا وجسديا وصحيا لعام دراسي قادم، سواء تمام كان شهادة التعليم الأساسي أو. طيب في حال طالب يعني وعم تصير فعلا ونسمع نحن من المحيط فينا كلياتنا، في طلاب بيقول لك أنه بلشوا دراسة التزامن مع صف الحادي عشر للبكالوريا والعطلة الصيفية وصلوها، يعني له عامل الترفيه، هذا شو ممكن يأثر مستقبلا لما بده يبدأ العام الدراسي للدورة القادمة؟ يعني هلا احنا مثل سباق، اذا بنطلع احنا على سباق الرياضه، سباق الماراثون، وقت بيركض الطالب اللاعب لفتره، بعدين بيحاول انه ينسجم يريح بفترات معينه، بعدين بده يوصل لنهايه الايقاع، بده ينظم. اما اذا بلش من بدايه الطريق يندفع بالدفاع القوي، حيوصل لنهايه بيتخامد، القوه تتخامد. نعم. الان اذا بلش من الصف الحادي عشر خلال العطله الصيفيه، بدأ العام الدراسي مثل ما حكت زميلتنا، بدأ الضغط على الطالب، الخوف أنه يصل إلى الفصل الثاني مرهق، متعب صحيا ونفسيا وجسديا، وبالتالي وحتى ملل بيكون وقت صعبه. اللي لازم يكون ذروة عطائه، ذروة نشاطه، منلاحظ أنه تعب الطالب وما عاد فينا يكمل. لا، نحن الآن صحيح نحن حنطلع على المنهاج، وقت اللي لو أخذ بعض المعلومات خلال فترة الصيف لو تصفح الآن ومارس نشاطاته اللي بيحبها خلال فترة العطلة الصيفية، حيدخل المدرسة بنشاط، بحيوية، الآن مطلع على بعض المواد بالمنهاج، ما فيش جديد عليه، مع نشاطه مع راحته حيكون منطلق بشكل كتير إيجابي. تماما. إذا ذروة العطاء بالفصل الثاني يعني قبيل الامتحانات. هلا أنا حابب كيف ممكن يحافظ عليها، بس نعم. إنه بالنسبة للطالب اللي طلع مثلا للصف العاشر، بنلاحظ نحن بأنه
الصف العاشر والحادي عشر والبكالوريا هن سلسله متكامله. أكيد. يعني نحن ما فينا مثلا نريح بالعاشر ناخذ منهاج البكالوريا او الحادي عشر مثل اغلب الطلاب على فكره هلا هيك عم يعملوا. طبعا انا بعتبر هذا خطا، لانه الفكره فيه في عندي معلومات انا مثلا سواء كان ماده الرياضيات ماده العربي. نعم. ماده الانجليزي في عندي قواعد هامه المفروض انه انا يكون عندي فهم لها بالعاشر حتى استطيع اني اكمل منهاج البكالوريا. الاشخاص اللي عم ينقطعوا مثلا عن منهاج العاشر منهاج الحادي عشر وقت اللي عم يبلشوا منهاج البكالوريا عم يكون في عندهم نقص كثير خصوصا بماده الرياضيات، وهذا الشيء لمسناه السنه. يعني عم يحاول المدرس يعد لهم المعلومات اللي اخذوها بصف العاشر بصف الحادي عشر ليقدروا يفوتوا بمنهاج البكالوريا. تماماً. هذا كثير اولا عم ياخذ وقت، وبصراحه يعني عم يطول كثير الطالب لحتى يعني يدخل منهاج البكالوريا ويفهم. تماما. فانا برايي انه هن سلسله متكامله، يعني المفروض انه ممكن يعني معلومات خفيفه ممكن مثلا بالعطل الانتصافيه انه حبيت انا مثلا ادرس كذا درس اطلع على الماده، بس مو معنى اني استغني عن منهاج الحادي عشر وادرس منهاج البكالوريا. هذا الحكي كله عم نحكي للان لما يتعلق بطلابنا بالبكالوريا واستعدادهم للدوره الثانيه، ولكن اليوم طالبنا طالب بعد نتيجة التاسع الأساسي، إذا بدنا نحكي كمان بهذا المحور ما له وما عليه، كيف ممكن الطالب المتفوق بشهادة التعليم الأساسي يكمل وينتقل للتعليم الثانوي ويحافظ على تفوقه، وكيف ممكن الطالب اللي كان نجاحه مو كتير بسوية عالية كيف ممكن يحسن بالمرحلة الثانوية القادمة أستاذ زياد؟ تمام. الآن الطالب المتفوق يضع بالنسبة عينه أنه أنا تفوقت، بس مو يسيبه الغرور أحيانا أنه أنا متفوق معناتها باخد فرصة من الراحة خلال فترة الصف العاشر. هي كتير بتشوفها بمدارسنا طلاب متفوقين خلال فترة التعليم الأساسي صف التاسع. نعم. بيجي على صف العاشر بقول أنا السنة الماضية تعبت وأنا متفوق وأنا علاماتي عالية ممكن أني ريح. طبعا مثل ما حكت زميلتنا كتير نقطة أنه نحن دراسة تتالية، وبالتالي معلومات عم ياخدها بصف العاشر حتفيده بالحادي عشر وحتفيده بالنتيجة بالبكالوريا. نعم. الآن أنا متفوق بدي أخذ من هذا التفوق شعار لإلي لحتى ضل متفوق، يعني بداية العام القادم إن شاء الله يدخل الطالب إلى صف العاشر ويحط بنصب عينه أنه أنا بدي ضل متفوق. تماماً. ليس النجاح أن تصل إلى القمة، ولكن النجاح أن تحافظ على هذه القمة، وهي مسؤولية. تمام. أصعب من النجاح بذاته. نعم. تمام. الآن الطالب اللي كان علاماته دون التفوق أو ما دون الآن دخل على التعليم الأساسي كامتحان وجاب نتائجه، الآن سوف ينتقل إلى الصف العاشر. صف العاشر بده يحط هو هي الخطوة الأولى للوصول إلى الشهادة الثانوية. نعم. وبالتالي بده يستفيد من الأخطاء التي كان يرتكبها خلال العام الماضي، سواء من عدم تنظيم وقت، من عدم اعتناء بالصحة، من عدم التركيز في الدراسة والانتباه لزملائنا المعلمين والمدرسين والمدرسات خلال الصف وتوجيهاتهم خلال العام. الآن شو الأخطاء اللي ارتكبها بده يتجاوزها لحتى يبلش ينطلق من صف العاشر، بده يحط هدفه أنه أنا بدي أبلش أتفوق لحتى أصل إلى الشهادة الثانوية براحة وبتفوق. طيب أنسي هديل، طالب البكالوريا هل هو تم الاختيار أكيد والإقرار يعني بينه وبين نفسه بالمواد اللي هو بده يحسن فيها أو بده يكملها، ولكن بالنسبة لعملية تنظيم الوقت يعني برنامج الامتحاني تم وضعه للدورة الثانية، قد تأتي المواد متباعدة وقد تأتي وراء بعض البعض مترابطة يعني بفرق يمكن ساعات بين اليوم والثاني، كمان هون كيف أو قد من المهم أنه يكون في خطة تنظيم الوقت بالنسبة للطالب لحتى يدرس صح ويستثمر كل ساعة، خاصة إذا كانت مترابطة المادتين بده يتقدم فيهم. مسؤولية مين اليوم تقع عملية تنظيم الوقت عليه لحاله ولا ممكن يستعين بحدا؟ هلا نحن مثلا بشكل عام بتلاقي الطالب بالدورة الأولى كان مثلا يتدخل الأهل مثلا يشوف رأي مدرسه حتى يساعده بوضع خطة لتنظيم وقته وكذا. أنا بعتبر بما أنه اجتاز امتحان الدورة الأولى صار عنده فكرة هو بالدورة الثانية عن تنظيم وقته، يعني إذا كان بدي أكمل بمادتين مثلا عنده متسع كثير من الوقت، بشوف مثلا الوقت اللي بيناسبه سواء كان للدراسة مثلا مادتين عندي
ممكن انا باليوم ادرس هي المادتين مثلا فتره صباحيه ماده، الفتره المسائيه مثلا بدرس ماده اخرى. طبعا لسه معه هنن وقت والامتحانات يعني يعني عندهم هنن قدره كثير كبيره على انهم يلحقوا. فالفكره انه الطالب انا بتوقع انه هو المسؤول وهو اللي بيقرر انه هي الماده شو بتاخذ معه وشو الاخطاء اللي مر فيها بالدوره الاولى بيرجع بيتفاداها بهلا الدوره الثانيه حسب مثلا بيعرف الدرس قديش كان ياخذ معه. فالدوره الثانيه بتوقع انه صار عنده خبره وعنده متسع من الوقت حتى يعوض الشيء اللي فقده بالدوره الاولى. طيب استاذ زياد، ايضا بصفتك مشرف المنهج الصحي اليوم، عم نمر كلياتنا عم نعيش حاله كثير مزعجه بسبب يعني المرتفع الجوي. طبعا. وهذا الشيء عم يؤدي لمجموعه من الاثار الفيزيولوجيه على جسمنا، ونحن اكيد بهمنا الطالب بالدرجه الاولى. طبعا. اللي عم يدرس يعني فينا نقول اقل هذه الاثار الفيزيولوجيه هي التعرق الزائد، يعني صح. فقدان الماء المبالغ فيه والخساره بشكل لا ارادي نتيجه التعرق نتيجه الارتفاع الحراري. فاليوم كيف ممكن نحن نوازن هاي الخساره ونعوضها بحيث انه نوازن بين غذائنا خاصة بفترة الصيف والمرتفع وبين الدراسة بنفس الوقت؟ كتير ضروري انه يهتم بتغذية. طبعا احنا لانه حكينا كتير بموضوع الاغذية والتركيز. نعم. واغذية صحيح. الدماغ، ولكن الان في حالة فعلا عم يعيشوها طلابنا. طبعا. وككل يعني كلياتنا كيف ممكن احنا بحيث انه ما يتأثر من هاي الاثار السلبية. هون في كتير ضروري الموضوع التغذية خلال هذه الفترة، نوعية التغذية وكيفية كيف يتغذى خلال هذا الجو الحار. اولا الاكثار من الماء، هون احنا بجسمنا بحاجه يعني بالحاجه كثير ضروريه للماء، يمكن 6 لترات او 8 لترات باليوم. تماما. تقريبا احنا الدماغ بطبيعه الحال بالايام العاديه يحتاج الى الماء من اجل انجاز العمليات الفيزيولوجيه الضروريه. تماما. للمحاكاه والدراسه والتذكر والتذكر. نعم. الان يحتاج، الان مع الجو الحار مع الارتفاع الحر ما ننسى المي، لازم يشرب مياه كثيره. الان يبتعد عن الاغذيه اللي ممكن تكون دسمه او بتعطش. في بعض الاغذيه مثلا كلياتنا مع كل احنا مثلا صحيح. يعني مع بين هلالين لو يوم الجمعه اذا كنا أكلة فول بنقول والله بدنا نشرب مي او الهد. يبتعد قدر الامكان عن الاكل الاغذيه بس هالفتره يعني هاي اللي احنا عم نقول هاي احنا في حتى احسن يركز الاغذيه اللي بتحسسه انه هو بتربك المعده وبتخلي الدماغ ثقيل تثبت. نعم. من همته تثبت من. نعم. همته. الان يكسر من الفواكه اللي فيها مياه، مثلا هلا الخيار فيها نسبه منيحه من الماء، البطيخ فيه نسبه 99% تقريبا من المياه. الان يحاول انه السوائل. الآن لاحظنا مبارحة الجو عند المساء كان بنهار كتير كان شوب المساويات صح. كان جو لطيف إن شاء الله حتى إذا كان قاعد بمكان ممكن يحس شوي بالبرد. كمان التبدلات الحرارية دير باله عليها لأنه هو عرضة لحتى هذا نحكي على الأمراض اللي ممكن تصير نتيجة هذا التبدل الحراري والفروق الحروري بين الفترات الصباحية والظهيرة وبين المساء. تمام. إذا يدير باله كمان الطالب لأنه الفروقات الحرارية ممكن أنه تأثر على صحته، وبالتالي إذا لا سمح الله أصيب بمرض خلال هذه الفترة حيكون أداؤه دون ألوي. الآن الدوش ضروري كتير لانه نعرف احنا الحمام بينشط الدوره الدمويه ويعيد يعيد النشاط الى الجسم. تماما. الان ممكن انه يعمل دوش خلال فتره الشوب خاصه اذا صابته للطالب حاله ملل. تماما. او تخامدت قدرته او يعني تركيزه فينا نقول نتيجه الاجهاد ممكن انه يحط مي بارده شويه الى حد ما متحمله، وبالتالي والله عم تنزل مي سخنه هلا في مي بارده ولا شيء. نحن عم نحس بالطالب فعلا بمعاناته بكل شيء، حتى بهذا الجانب نحن بنحب دائما نسلط الضوء على كل شيء ممكن يفيد الطالب خاصه بدراسته للدوره الثانيه. اكيد الاستاذ حكى موضوع له علاقه بالهضم انسي هديل وحضرتك مدرسه علوم، يعني خلينا كمان نوضح اكثر ونقنع اكثر عم يتابعونا علاقه الغذاء بالتركيز، علاقه الغذاء بعمل الدماغ بالجسم ككل بالحاله الفيزيولوجيه والنشاط العام للجسم. هلا اول شيء بالنسبه للغذاء يعني بنقول نحن اكثر شيء انه مثلا شرب الماء، نحن بنعرف بانه مثلا الجسم بيحتاج ل 60% من الماء. طبعا اغلب الماء عم يتم طرحه سواء كان عن طريق التعرق، عن طريق انتاج البول، عن طريق عمليه التنفس، فهون لابد من تعويض هذا الفاقد. أكيد. من الماء. طبعا متى ما اصيبت خلايا المخ بالجفاف
بيصير المخ غير قادر على أدائه أو على القيام بدوره، فهون الطالب رح يفقد القدرة على التركيز. نحن بننصح دائما أنه بشرب كميات كافية من الماء أو ممكن سوائل أخرى، يعني أو مثلا تناول فواكه غنية بالماء أو الخضار غنية بالماء. بالنسبة للغذاء أيضا الأغذية، وخصوصا هلأ نحن بفصل الصيف، في عندي كتير أغذية بتغذي الدماغ، سواء كان الخضار بمختلف أنواعها، بتحافظ على توازن نسبة السكر في الدم، أيضا بتنشط الذاكرة. في عندنا الفواكه سواء كان العنب، التفاح، البطيخ، طبعا أيضا بنشط خلايا المخ. في عنا الأسماك، طبعا احنا كنا بنعرف بأنه الأسماك هلأ غنية بالأحماض الدهنية والأوميجا 3 اللي بتمكن الإنسان من عملية استقبال المعلومات والتواصل مع الآخرين، حتى بتقوي الذاكرة. في الجوز أيضا، بما أنه هلأ بفصل الصيف كمان الجوز طبعا بيعرف هو من لو حبي باليوم خلال فترة الامتحانات خلينا نقول كثير بتقوي الذاكرة، على أقل تقدير. حتى يعني في ملاحظة أنه بالنسبة للجوزة كشكل لبة من الداخل، بنلاحظ احنا بانه بتشبه المخ تماما من حيث التلافيف، من حيث شكل المخ كنصفي كره مخيه، يعني هي تعتبر الغذاء المفضل بالنسبه للدماغ تماما. بما انه هلا بهي الموسم، يعني انه الجوز يعتبر كثير الاغذيه اللي بتقوي الذاكره وبتنشط استقبال المعلومات تماما. طيب استاذ زياد، يعني نحن عم نحكي على الماء واهميته بعمليه التركيز والتذكر، ولكن كمان نحن ضمن حديثنا بالارتفاع الحراري والى اخره وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، قد يضطر بعض الطلاب إلى تناول أغذية تؤدي إلى أمراض الصيف مثل الزحار مثلا وغيرها. فهون كيف نحن ممكن نوعي طلابنا لحتى ما يوقعوا بهاي الأخطاء وبالتالي يتجنبوا أمراض الصيف، وإن شاء الله صحة والسلام للجميع، لحتى ما يتأثر تركيزهم ودراستهم بهالكم يوم يعني المتبقي للدورة، يعني إسا في أقل من شهر لينتهي الدورة الثانية ل 11 آب أعتقد. فكيف ممكن نحن نضل حذرين ونحذر طلابنا ونوعيهم حتى ما يقعوا بأي عرض من أمراض الصيف وبالتالي تتأثر دراستهم؟ يعني ممكن بداية أنه بالنسبة للفواكه والخضار ضروري جدا غسيلها بشكل جيد خلال قبل تناولها، خصوصا الخضار التي تتناول بشكل نيء. يعني مثلا الآن العناية بالنظافة، نظافة الخضار والفواكه بشكل جيد قبل تناولها. الآن هي على عاتق الأهل مع الأبناء الآن، وتناولها بكميات يعني كمان ما يكون كتير كبير، يعني مثلا طبعا. الخيار مثلا ممكن تتاكل عن طريق السلطة على دفعات، على يعني دفعات، يعني على دفعات ما يكسر من أي مادة ممكن أنه تسبب له، لأنه الإصابة الآن مثل ما حكينا تقلبات درجة الطقس بين جو حار خلال ساعات النهار وبرودة عند المساء أو عند الصباح الباكر، الآن هالتقلبات ممكن أنه تعرضه لحالة من الإسهالات، حالة من الإقياءات عم نشوفها خلال الغثيان. نعم. الغثيان. نعم. هي شفناها خلال الفترة الماضية، لاحظناها انه صراحة احنا اللي كبار يعني كمان عم نتعرض لهذه الحالة، وبالتالي يعني هلا لا سمح الله اذا اصيب بحالة الاسهال معناتها صار في عنده احياء فهو غير قادر، يعني وايضا خسارة اضافية للماء، يعني خسارة اضافية بده يتعطل عمل تمام. المخ. طيب نحن ممكن احنا في حال لا سمح الله اصيب بحالات الاسهال لازم انه يعوض السوائل، يعوض الاملاح، ضرورية جدا الاملاح. الان ممكن انه بالبيت ممكن انه ياخذ لبن العيران مع الملح حتى يعوض املاح الصوديوم تماما، كلوريد الصوديوم. ممكن السيفن اب اللي بتحتوي على ماده البيكربونات حتى نعوضه، او اذا كان لا سمح الله حاله الاسهال شديده ممكن انه نلجا للاملاح التي تباع في الصيدليات من اجل تعويض هذه الاملاح مع الاكثار من السوائل لحتى نعوض جسمنا. طيب ربطا مع هاي الفكره، نتيجه كثره التعرق استاذ زياد، والتعرق بنعرف كلياتنا يعني علميا هو في كمية من الأملاح الزائدة عم تخسر. تمام. بالنسبة لكثرة التعرق وضغط الدم كمان كيف ممكن نحن نوازن هاي الحالة ونعوض لحتى ما يصير كمان أيضا هبوط ضغط بالنسبة لطالبنا اللي عم يدرس؟ الآن مثل ما حكيت أنا ممكن أنه خصوصا اللبن اللي بياخذ اللبن عند المساء مع شوية ملح وقبل النوم، أنه اللبن نحن بنعرف أنه بيساعد على النوم وأيضا بيعوضه عن الأملاح. نحن بدنا نحاول نعوض عن الأملاح اللي عم تطلع مع التعرق خلال الغذاء، بس كمان بننتبه هون أنه كمان ما يكون التعويض
زائد لأنه بيكون أثر عكسي, أثر عكسي. لا لا, ضروري جدا التوازن بين ما نفقده خلال عملية التعرق من ماء وأملاح ونعوضه من خلال غذائنا أو شرب السوائل التي تحتوي على هذه المواد. تماما. بالوقت القليل المتبقي حابب نحكي كمان بفكرة كتير مهمة, كونه يعني صدرت نتائج التعليم الأساسي وطلابنا يعني الناجحين بدهم ينتقلوا لمرحلة جديدة أنسي هديل, فبالتالي في الطالب اليوم هو أمام اختيارات متعددة, المهني والنسوي والصناعي والتجاري والعام والشرعي إلى آخره, كل هاي الفروع. طالبنا اليوم أمام هذه الفروع, هل بالضرورة أن ينقاد فقط لما هو متعارف عليه التعليم العام, أم ممكن أنه يكون في بالمجالات اللي ذكرناها يكون في مجالات إبداعية ممكن أنه يتفوق فيها الطالب بأي مجال آخر؟ هلا بالنسبة للطلاب التاسع, طبعا هلا بنلاحظ نحن بانه الاغلبية نجحوا مثلا جابوا علامات كثير عالية بتأهلهم للدخول بالتعليم العام. هلا بالنسبة للطلاب اللي جابوا مثلا علامات قليلة او معدلات هي صارت شرائح يعني تماما, ما في داعي ابدا للخوف, ومو انه معناها انه مطلع لي انا مثلا عامي او ما دخلت التعليم العام انه ما عاد يطلع لي شيء, لا بالعكس, في عندي مجالات كثير اخرى من التعليم, وبنلاحظ نحن اغلب الطلاب عم يبدعوا فيها. طبعا مثلا التعليم المهني سواء كان او اي نوع من انواع التعليم, طبعا بنلاحظ نحن بانه الطالب وقت اللي عم يتجه لهي المجالات كثير ما بنسمع عن اشخاص درسوا مثلا معاهد صناعيه او زراعيه وطلعوا الاولى على دفعتهم وردوا جامعه مع رفقاتهم بالسنة الأولى تماما بالجامعة ودخلوا بنفس الفرع, يعني اللي عنده قدرة بنلاحظ نحن أنه مو معناها أنه وقته انتهى وما عاد بقى عنده فرص كتير, لا بالعكس, ممكن تكون بداية لآفاق جديدة لمجالات كتير حلوة. بعدين يعني التعليم المهني سواء كان أو زراعي أو صناعي أو تجاري أو أي نوع من أنواع التعليم هو كتير مفيد, وخصوصا هلأ بعد ما طلع المرسوم الجديد اللي كتير بيشجع على الدراسة بهي المجالات, لأنه كتير لهم دور كثير كبير للعمال بسوق العمل والإنتاج. تماما, فنلاحظ نحن بأنه العمال بالعكس كلهم خير وبركة, وسواء كانوا بمجالاتهم المختلفة ولهم ميزات ويعني توفيق بحياتهم أكثر. أنا يعني انبسطت كثير بهاي الأفكار اللي حكينا فيها اليوم, ونتمنى أكيد التوفيق للجميع, لطلابنا اللي عم يستعدوا للدورة الثانية, إن شاء الله الكل بيحقق أمنياته وطموحاته. لطلابنا بالتعليم الأساسي بنرجع بنقول لهم مبروك, وكمان الخيارات متنوعة أمامهم, وهن يتعاملوا مع قدراتهم بثقة, هاي الثقة بقدراتهم بهواياتهم هي أكيد باب جديد من أبواب التفوق والنجاح بأي مجال ليس فقط في التعليم العام. بالختام بدي أتشكركم جزيل الشكر الآنسة هديل سعود, حضرتك مدرسة في ثانوية مأمون منصور بتربية دمشق, شكرا على هاي الومضة والإضاءات اللي قدمتي لنا إياها. أيضا الشكر لإلك الأستاذ محمد زياد الشاطر مشرف المنهج الصحي في تربية دمشق, شكرا للمعلومات اللي قدمت لنا اياها. اكيد نحن مشاهدين نحن مستمرين بندواتنا, وان شاء الله يعني مواضيع متنوعه وقضايا بالانتظار, دائما تابعونا, نتمنى التوفيق للجميع وعلى المحبه دائما, نلتقي الى اللقاء.